الفيسبوك على طول الاساسيات اللي هو نقدر نقول لك الف مبروك بعد ما وجود شرط حضرتك بذلته يعني. الله يخليك ده حاجة تقول ايه للشيخ مجدي؟ الحمد لله على السلامة الشيخ مجدي. الله يبارك فيك يا شيخ يحيى وربنا يكرمك. عقبال جميع الاخوة الست اللي هو تعب في وقفات كتير. ربنا يجزيه خير والله ربنا يجزيه خير ربنا يكرمك. ربنا يكرمكم جميعا كده ان شاء الله ونشوف مصر في احسن الاحوال كده ونشوف المسلمين متبوئين سيادة العالم ان شاء الله. وعم السلام والخير على كل مصر وكل المسلمين ان شاء الله. مش عايزين اكتر من كده. نطبع كده ده بالمجهود مش عايزين بالامنيات لازم بالمجهود وبالنية الصادقة والعمل الصالح ان شاء الله كده ربنا يكرمنا الجميع ان شاء الله. اشكرك يعتبر اول فطور جماعي. ايه شعورك؟ الحمد لله رب العالمين. يعني اتمنى طبعا ان ربنا يعفو عن جميع الاخوه المتبقين ال 40 واحد اللي فاضلين في سجن العقرب. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتداركهم بعفو عام من عنده ونسعد بهم جميعا لان فرحتنا لن تكتمل الا بخروج اخواننا دول ان شاء الله. الله يبارك فيك. عايزين نشوف الاولاد. الاولاد موجودين اهو. هم دول عبد الله هم دول الرحمن مجاش. ان شاء الله نعمل لقاء معك ان شاء الله باذن الله. بسرعه الغلطة عند العم الصالح كبير تفضل سيد تفضل يا محمد.